أصدرت الحكومة الإسرائيلية تشريعات وإجراءات جديدة تقيد الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة للأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي بالمنطقة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. أثارت تلك التشريعات قلق العديد من الأجانب والفلسطينيين ومنظمات إسرائيلية غير حكومية أيضا، ودخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ أمس الاثنين. ومن أبرز تلك التشريعات التي أقرتها إسرائيل تتعلق بالأجانب القائمين في أو الراغبين في القدوم إلى الضفة الغربية، وتنص على ضرورة إبلاغ الأجانب للسلطات الإسرائيلية إذا وقعوا في حب فلسطيني يعيش في الضفة الغربية المحتلة، ويتم الإبلاغ عن العلاقة العاطفية مع حامل الهوية الفلسطينية في غضون 30 يوما من بدء العلاقة، وفي حال تم الزواج بين الأجنبي ومواطن فلسطيني في الضفة سيكون عليهما مغادرة الضفة بعد 27 شهرا وعدم العودة لفترة لا تقل عن 6 أشهر. كما تشمل الإجراءات فرض قيود على الجامعات الفلسطينية فيما يتعلق بمنح التأشيرات للراغبين في الدراسة بالأراضي الفلسطينية بحيث لا تتجاوز 150 تأشيرة طالب و100 تأشيرة للمحاضرين الأجانب، بينما لا توجد مثل هذه القيود في إسرائيل. وذلك دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية للتصريح بأن القيود الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بدخول حملة الجوازات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطينية عنصرية. إن هذه الإجراءات الجديدة هي عنصرية، وعليه نطالب الولايات المتحدة أن لا تعطي الإسرائيليين حق الدخول إلى الولايات المتحدة بدون فيزا في حال طبقت إسرائيل هذه الإجراءات، وأن لا تميز الولايات المتحدة بين ما هو أمريكي من أصل فلسطيني وغيره. كما نطالب أوروبا أن تضع شروطا على إسرائيل تسمح بعدم منع أي مواطن أوروبي يريد الوصول إلى فلسطين بغض النظر عن جذوره الوطنية أو القومية. في الوقت ذاته دعت جيسيكا مونتل المديرة التنفيذية لمنظمة هوموكيد الإسرائيلية غير الحكومية إلى القيام بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد اللوائح الجديدة بالقول: الأمر يتعلق بالهندسة الديموغرافية للمجتمع الفلسطيني وعزل المجتمع الفلسطيني عن العالم الخارجي، ويجعلون من الصعب على الناس القدوم والعمل في المؤسسات الفلسطينية والتطوع والاستثمار والتعليم والدراسة، مما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من الحق في العيش معا دون انقطاع ومن أن يعيشوا حياة أسرية طبيعية. ولقيت السياسة الجديدة انتقادات حتى من المفوضية الأوروبية بسبب الحصص المفروضة مقارنة مع الأعداد في الجانب الإسرائيلي، بحيث حضر 366 من الطلاب والأساتذة الأوروبيين إلى المؤسسات الإسرائيلية. وقالت مفوضة التعليم في الاتحاد الأوروبي ماريا جابرييل إن القيود تتعارض مع أهداف برنامج التبادل إيرسموس، بينما تستفيد إسرائيل بشكل كبير من برنامج إيرسموس. يبدو أنها لا تريد أن تظهر هنا ظهرت، وتضيف أيضا أنه ينبغي عليها أن تسهل لا أن تعيق وصول الطلاب إلى الجامعات الفلسطينية. وغرد كثير من الدبلوماسيين والفلسطينيين حول تلك الإجراءات التي يعتبرونها مثيرة للجدل. فهنا غرد السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدز بالقول: نتواصل بقوة مع الحكومة الإسرائيلية وأتوقع من حكومة إسرائيل إجراء التعديلات اللازمة خلال الفترة التجريبية لضمان الشفافية وكذلك المعاملة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب الذين يسافرون إلى الضفة الغربية، ومن المهم ضمان تطوير جميع هذه اللوائح بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك السلطة الفلسطينية.
أيضا تغريدة من محمد عبد الله يقول: يعني في فلسطينيين يحملون جنسيات أجنبية ويستطيع أن يدخل فلسطين بدون تأشيرة، ويكون الهدف أن يتزوج فلسطينية سواء بنت عمه أو بنت خالته أو غيرها، ويخشى الاحتلال الإسرائيلي إذا تم الزواج دون علمهم وأن يطالب بلم الشمل وحصلت بالآلاف، ويكون الهدف العودة لوطنه وليس القدوم لزيارة أو سياحة، فهم يخشون القنبلة الديموغرافية، أي أنهم يخططون لإبعاد الفلسطينيين وليس العكس. تغريدة ثالثة وأخيرة من رسام الكاريكاتور عماد حجاج المعروف بأبو محجوب، يقول: إسرائيل تفرض قيودا على العلاقات العاطفية بين الفلسطينيين والأجانب، وأرفقها بصورة، أو هذه هي الصورة أو رسمة، رسمة كاريكاتور يبدو، وهذه وهو يفتش أو تبين جندي إسرائيلي وهو يفتش الزوار الأجانب، إذ أو يبحث في قلوبهم يحاول أن يرى إذا كان هناك حب لإحدى الفلسطينيين كما هو في القانون الجديد. بعد الموجة الواسعة من الانتقادات، تراجعت إسرائيل عن قيودها على العلاقات العاطفية بين الأجانب والفلسطينيين، كما عدلت القوانين أو القواعد الخاصة بالأجانب الذين يعيشون في الضفة الغربية أو يرغبون في زيارتها، وحذفت الترتيبات الخاصة بمنح كوتا محددة من التأشيرات لمحاضرين جامعيين وطلاب من الخارج. ودافعت إسرائيل عن قراراتها قائلة إن القيود على السفر إلى الضفة الغربية هي لأسباب أمنية.